اهلا بيكو في فيديو جديد على قناة توب فاي، واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. مكملين معاكم في سلسلة الافلام الجديدة اللي تستحق المشاهدة، واللي ما شافش حلقات السلسلة هيلاقي فيها كل الافلام الجديدة اللي فعلا تستحق المشاهدة، بدل ما تضيع وقتك على فيلم ويطلع في الاخر مش قد كده. وعشان التنوع في القايمة هتلاقي فيها اكتر من نوع، زي الدراما، زي الاكشن، الجريمة، التشويق، الكوميديا. قائمة فعلا مميزة جدا جدا لسهرة الويك اند. يا رب الاختيارات تعجبكم، وهستنى رأيكم على كافة في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس اخترنا فيلم جريمة وتشويق من بطولة الممثل اللي بحبه جدا مايكل كيتون، هو فيلم نوكس جزاوي. الفيلم اللي بدور احداثه حوالين جون نوكس، وده قاتل مأجور محترف لأبعد درجة. كان متجوز وعنده ابن، بس بسبب شغله ده هما تقريبا قطعوه من سنين كتيرة جدا، لحد ما في يوم تعب وبدأ يحس انه بينسى كده. وبعد لما عمل تحاليل واشعاعات اكتشف انه مصاب بمرض الخرف، وده اشرس كتير جدا من الزهايمر، وعرف ان ايامه في الدنيا دي معدودة جدا، وعشان كده قرر يعمل اخر عملية قبل التقاعد. بس للأسف اول مرة في حياته يغلط في الهدف، وكان لازم يبعد في اقرب وقت ممكن. بس فجأة ظهر ابنه مايلز اللي واقع في مصيبة كبيرة جدا ومحتاج مساعدته للمرة الاولى في حياته. يا ترى بقى في الظروف اللي هو فيها دي هيعمل ايه وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. Been worse every hour. It's like a curtain coming down. I'm running out of time. It finally caught up to you, huh? There's no coming back from this one. It was you. What? You turned me in. That's not true, Dad. You're losing it. Something's wrong with you. Good luck. I swore I'd never be like you. And here we are. في المركز الرابع اخترنا فيلم كوميدي غموض من بطولة مميزة جدا للثنائي أوليفيا كولمان وجيسي باكلي، هو فيلم ويك دي ليتر ليترز اللي بتدور أحداثه سنة 1920 في المملكة المتحدة، في الأخص بقى في مدينة اسمها ليتل هامبتون، لما فجأة بقت إيدي سوان ودي واحدة قطر الجواز خلاص فاتها وعايشة مع أبوها المسيطر جدا إدوارد وأمها اللطيفة جدا فيكتوريا. بقت كل يوم والتاني يجي لها جوابات كلها عبارة عن شتيمة وألفاظ، في الأول كانوا فاكرين إنها غلطة لحد ما وصلت الجوابات ل 19 جواب، وده اضطر إدوار إنه لازم يبلغ الشرطة ده. وبعد اقتناعهم الكامل إن أكيد الجوابات دي بتيجي من جارتهم الأيرلندية العزباء روز، لأن روز دايما بتشتم ودايما على خلافات معاهم، وده أكبر دليل للشرطة كلها إن هي اللي بتبعت الجوابات دي، ما عدا واحدة بس في الشرطة اسمها جلاوس موس، دي اللي قررت انها لازم تتعاون مع فريق تاني عشان يكتشفوا مين اللي ورا الموضوع ده. يا ترى بقى مين اللي بيبعت الجوابات ده؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. You stink of cum and shit and the cake she made look like this falling out some fucking she was fucking asshole. Better. I have a plan. Your eyes are full of hesitation. Will you catch them in the act? Then think. My husband is in a live race, so he's not thinking a great deal. I like you, Rose. I hate her! You don't like the idea of me leaving this house, do you? I'm going to lose her. We're not standing for it. I've had one now. Everyone is going to know. It's German. في المركز الثالث معانا فيلم دراما رهيب مبني على قصة حقيقية من بطولة مميزة جدا لهيلاري سوانك وألان ريتشاردسون، وهو فيلم Ordinary Angels. بتدور أحداث الفيلم في مدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي، وبتحكي عن شارون، ودي مصففة شعر ومشاركة في سنتر تجميل. السنتر ده ناجح جدا، بس شارون شخصية مضطربة جدا بسبب إدمانها للكحول. طول النهار شغل، وعلى النقيض تماما بقى بالليل احتفالات وسهر. واللي بالصدفة شارون شافت عنوان كبير قوي في الجورنان عن بنت اسمها ميتشيل، بنت عندها 5 سنين لسه مامتها متوفية وتعبانة جدا
ومحتاجة مساعدة بصورة مستعجلة جدا. الخبر ده كان كفيل ان هو يحركها ويشدها وخلاها تروح ليهم عشان هناك تقابل إد أبو البنتين. الديون خلاص خلصت عليهم والبنت بقى محتاجة فلوس كتير جدا عشان العمل اللي بتعملها. يا ترى بقى هتقدر تساعدهم ازاي وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Michelle will need to fly 700 miles to the Children's Hospital. Are you telling me we need a plane now? How exactly do you recommend we get a plane, Doc? I'll get you a plane, I promise. We are going to save this girl, you hear me? We're going to need a lot of shovels. This is our last chance. If we don't take it, Michelle dies. How did it become your responsibility to save her? Because I'm here. في المركز الثاني معنا فيلم دراما ومغامرات روعة من بطولة مارك ويلبرج، هو فيلم أرثر ذا كينج. الفيلم اللي بتدور أحداثه سنة 95 في كوستاريكا، لما قرر قائد فريق سباق المغامرات الأمريكي مايكل لايت بعد لما خد قرار غلط بالتجديف عكس التيار، وده كلفه ومكلف الفريق السباق كله. عشان كده قعدوا 3 سنين بعيد عن السباقات، بس للأسف مايكل تقدر تقول انه مدمن للأدرينالين، وده اللي خلاه يقرر انه لازم يرجع للسباقات تاني على امل انه يحقق الفوز. وقرر يضم للفريق بتاعه المرة دي اوليفيا وتشيك، لكن الراعي بتاع الفريق اصر ان ليو يكون ضمن الفريق، وخصوصا انه بقى من مشاهير الفيسبوك، عشان بقى بعد كده يسافروا في سباق مدته 5 ايام في الدومينيكان في الغابات الجبلية هناك. لحد ما هناك بالصدفة قابلوا كلب وسط الغابات، هو اسمه أرثر. الكلب ده غير حياتهم وحياة الفريق كله. يا ترى بقى ايه اللي عمل وايه اللي حصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الرهيب ده. Ah, famous dog. Looks even worse than the rest of you. Maybe you all deserve each other. Always underestimated, aren't we, buddy? This isn't the route on the map. It's okay. Just follow Arthur. Lead the way, King. I've never seen anything like this. Everybody knows about it. Guess what? I'm not a dog person. في المركز الأول اخترنا واحد من أجمل الأفلام الهندية اللي نزلت الفترة الأخيرة، هو فيلم 12 فيل. الفيلم التحفيزي اللي شبهته ناس كتير قوي بفيلم The Pursuit of Happiness. بتدور أحداث الفيلم المبني عن قصة حقيقية عن شاب اسمه منوج. منوج ده اللي بيظهر على أفيش الفيلم، بيظهر على أفيش الفيلم بأنه شاب بيدور على فرصة للنجاح وسط آلاف الشبان اللي بيصارعوا عشان ياخدوا فرصة ويقدروا يتحولوا من الفقر للنجاح، بس من غير واسطة. الوسطة والفساد اللي مسيطرين على الهند كلها. منوج ابوه كان كاتب بس موقوف عن العمل عشان متهم انه ضرب ضابط فاشل. منوج بقى حاول مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة عشان يقرر انه خلاص يستسلم، لا ده حاول كتير جدا عشان ينجح في اخر سنة عشان يقدر ينضم للشرطة الهندية. لحد ما في يوم منوج قابل بنت اسمها شرداها جوشي. البنت دي وقع في حبها من اول مرة، بس يا ترى بقى هينجح في محاولته الاخيرة ولا لا؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق وبكل جدارة ان هو يستحق المركز الاول معنا في حلقة النهاردة. IPS बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात मेरी याद रखना तू। لو عجبتك ترشيحات النهارده اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رايك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.